أحسن الله عليك يا شيخ. نعم. ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيره أنهم مسحوا على نعاله. نعم. وأنهم نزعوا النعال، بعضهم نزع عليه ثم دخل فصلى في المسجد، ومنها حديث مصنف بن الرزاق على شرط الشيخين. فكيف يعني كيف يوجه هذا؟ هذا له توجيه عند بعض أهل العلم أنه يجوز على المسح على النعلين إذا كانت تسحب أكثر القدم، وبعضهم يقول أن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتؤسح، أو مستورة بالنعل فترش رش بين الغسل والمسح. وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا، وقالوا أنه أن المراد أنه رشها ثم أمر يده عليها. وعلى كل حال الاحتياط للمرء أن لا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به. وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به، بل يعتذر عنهم ولا تجب فعلهم.